احنا هنكمل معاكم لغايه اخر لغايه الامتحان ان شاء الله. دلوقتي هنبدا في السيستماتيك فيرولوجي، لا سيستماتيك بكتيريولوجي. هيبقى البرنامج بتاعنا نتكلم عن الفيروس شويه، نفكركم بالجينرال بروبرتيز بتاعته، وبعدين الديزيز، المود اوف ترانسميشن، الباثوجينيسيس، الباثولوجيكال تشينجز، وبعد كده هو المانيفستيشن، الدايجنوزس، والبروفلاكتز او تريتمنت. يبقى ده ايه البرنامج اللي هنمشي عليه. يبقى هي دي اللي ايه اللي بنمشي عليه، زي ما اخدته في السيستماتيك بكتيريولوجي. مش اخدته كده برضو ولا ايه؟ صح. بس بدأ فيها قلت جرام بوزيتيف، يعطيك العافيه يا رب، قلت جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هنا لا، هنبدا بقى بايه؟ نبدا بالفيروس. وما دام قلنا فيروس سيستماتيك بقى هنقول ايه بقى الفيروس سيستماتيك؟ هنقول ايه بقى في الفيروس سيستماتيك دي بقسمها مش جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، هنقسمها دي ان ايه وار ان ايه، لان هي دي الايه التارجت ار ان ايه. يبقى هي دي التقسيمه بتاعتها، ده موجود في الكور. واول ما هنيجي نتكلم، ما دام هجيب الكور يبقى هجيب بقى الكابسل، وهجيب اذا كان في انفلوب، وكل واحده من دول ليها خصائص. اوكي. هبدا بالدي ان ايه. متفقين من الاصل ان كل الدي ان ايه فيروسز دبل ستراند، صح ولا لا؟ يعني شكلها بالشكل ده ولينير، يعني خيط كده. بس كلهم دبل ستراندد ما عدا حاجه ثانيه بقى، ما عدا ايه؟ حاجه اسمها بارفو، هي الوحيده اللي هي سنجل ستراندد. وكلهم لينير ما عدا البافوفا، دي تلاقي هي سيركولار او سوبر كويل. وكلهم ايكوزا هيدرا، ايكوزا هيدرا هيدرا ما عدا البوكس، هتلاقيها الوحيده اللي بيسموها كومبلكس. وكلهم لا يروا الا بالالكترون مايكروسكوب كده، ما عدا البوكس هو الوحيد اللي يرى بالنور، صح؟ دي كلها جنرال. وكلهم يتكاثروا، كلهم الريبليكيشن السايتوفابليكيشن في النيوكليوس. ومن ثم الانكلوجن مودس تبقى فين؟ في النيوكليوس. والسايتوباتيك افكت تبقى فين؟ نيوكليوس. انترا نيوكليوس ما عدا البوكس يتكاثر انترا سايتوبلازم. دي كلها جينرال بروبرتيز عرفتها، وبديك كنت ورقه صغيره زمان مع الجنرال، في ورقه صغيره لامن فيها كل البروبرتيز بتاعت الفيروس لو فاكرينها في الورقه في الاخير مش المره دي. فدي كلها مواصفات كلها تمشي مع الدي ان اي فيروس. لو بدات بقى في الدي ان اي فيروسز بقدر اروح حاططها تحت مجموعه اسمها الهابي، الامريكان يحبوا الكلام ده، هابي والواي دي كده فسوخه. ايه هم الهابي؟ هابي يبقى كانهم ستة عائلات، ستة فاميلي. الستة فاميلي دي بروح مقسمهم الى وكلهم قلت كويزا هيدرا مش كده؟ كلهم دي ان ايه وكل المواصفات اللي انا قلتها. بروح مقسمهم الى مجموعتين، مجموعة اسمها انفلوبد ومجموعة ايه؟ نيجيتيف. والكل يشترك في الكلام اللي انا قلته، الاكسبشن اللي انا قلته. تحت كلمه الانفلوب هاخد الها بي الاولى اللي هو الهير بيتو فيريدي، فيريدي يعني عائله كبيره. واخد كمان الهيباء نا فيريدي، عائله الهيبادنا. واخد العيله الاخيره البوكس فيريدي. يبقى قسمتهم الى ثلاثه. الثلاثه يبقى ده الهبادنا، هذا الهيربس، وادي الهبادنا، وادي البوكس. اوكي. هروح واخد بقى من النيكد اول حاجه الادينو، ادينو
فايريدي، عائله اسمها ادينو، جايه من الادينويد تيشو. الادينويد تيشو دي اجريجيشن اوف ليمفو ليمفوسيتكس او ليمفويد تيشو، بتبقى ريترو نيزر، عارفين اللحميه بتاعت الاطفال لما يبقى عنده تونسل ويخنفر، دي اسمها ادينويد. اخذتوها في الاناتوم ولا ما اخذتوهاش؟ اما نيجي نعمل عمليه للطفل نفتح ادينويد بيبقى عنده ادينويد اللحميه، فاكرين اللحميه دي؟ اه. في بعد كده حاجه اسمها با شوف بو فا، كانهم ثلاث حاجات با وبو وفا، اللي دول ثلاث صفات. وفي الاخيره بار فو فايريز، يبقوا كام عيله بقى؟ ست عائلات، ثلاثه نيكد وثلاثه هيملو، كلهم تحت عنوان ايه؟ هابي. هابي تلاقي في الكتب الامريكاني يحب يحط لك دايما، هم يحبوا يحطوا الاختصارات دي، مفهوم؟ فانا هبدا بمجموعه الانفلوب فايروس، الانفلوب فايروس اللي هي اول عيله فيهم واهم عيله، الهيربيتو فايريدي او الهيربس فايروس. العيله الكبيره يسموها فايريدي، اقل منها سب فاميلي فايريني، اقل منها بقى اسم الفيروس الجينس والسبيشيز، واذا كان في سب تايبس يبقى زي البكتيريا. يبقى هبدا بقى بدلوقتي مجموعه الايه؟ الدي ان اي فايروس التي تتميز بانها كلها دبل ستراندد ما عدا، كلها تتكاثر انترا نيوكليار ما عدا، كلها تديني انترا نيوكليار انكلوجن بودي سايتوباتيك افكت ما عدا، كلهم لا يرى الا بالالكترون مايكروسكوب ما عدا، كلهم لينير ما عدا، صح؟ ها؟ ما قلت ريبليكيتنج انترا نيوكليار. فانا هبدا بالمجموعه العيله الاولى اللي هي هتبقى ايه؟ هاخد العيله بقى الاصلي اللي هو الهربيتو فايريز. هربيتو فايريدي. اول ما اجي على طول اشكلها وارسمها هعملها دبل ستراندد دي ان ايه؟ وايكوزا ايكوزا هيدرا. كلهم ايكوزا هيدرا ما عدا الكوكس قلت لك ده ايه عباره عن، وكلهم بقى هيبقى فيه في الاخر ايه؟ انفلوب. والانفلوب بيبقى فيه بيبلوميرز اللي بيسموها سبايك جلايكوبروتين سبايكس اللي هي بيبقى ريسبتور سايت. وهنا يبقى فيه ماتريكس ماتريكس بروتين، يبقى دبل ستراندد ولينير وايكوزا هيدرال وانفلوب. كل كلمه من دول هتديني وظائف للفيروس، كل كلمه من دول. لو بصيت في النيوكليك اسيد الاقي دبل ستراند ودي ان ايه، صح ولا لا؟ قلناها في الاول. ولينير لان اتفقنا انهم كلهم لينير ما عدا، مش كده؟ لا ما عدا البابوفا، خلاص؟ في ورقه في الاخر مديها لك تلم لك كل الاكسبشن دي، مش هنا في المره اللي فاتت في المجموعه اللي فاتت وفي المعمل اللي قدام، خلاص يا شباب؟ يبقى ده لو طلعنا بره ايكوزا هيدرال يعني كيوبيكال وليست هيليكال، كيوبيكال وليست هيليكال. تطلع بره شويه تلاقي انفلوب، يترتب على كلمه الانفلوب ايه؟ انها ايثر سنسيتيف، يبقى كل الانفلوب فيروس ايثر سنسيتيف. طيب وما دام هي دي ان ايه تتكاثر فين؟ انترا نيوكليار وليس انترا سيتوبلازم. يعني لو الخليه بالشكل ده يا شباب اهي، هي تتكاثر فين؟ صح؟ انترا. طيب والليجن يبان بقى فين؟ انترا في صوره انكلوجن بوديز، يبقى لو انكلوجن بوديز هتبقى فين؟ انترا نيوكليار. ما عدا الفوكس خلاص؟ سيبك بقى من حكايه بقى كل الكلام بقى ما عدا، احنا دلوقتي بنتكلم على كلمه ما عدا. اما تيجي تقرا الورقه الاخيره صح؟ هو باراجراف باراجرافين لازم لك كل الحاجات الشاذه دي، وصعب حتى على اي دكتور ان يحفظها، لكن انا لما مالك كلهم في الكلمتين لو قريتهم هتتكلم وانت بتتكلم هيبقى كلامك كله صح ان شاء الله. مش في الصفحه دي قلت لك، قلت لك في الورقه اللي فاتت. يبقى انت بتتكسر انترا ايه؟ نيوكليير. دي كلها بيسموها جنرال بروبرتيز فايروس. اما اقول لك الجنرال بروبرتيز في الستاف هتحكي لي بقى جرام بوزيتيف وكوكاي ونان كابسوليت مش كده؟ هنا دي بيسموها بقى ايه؟ الجنرال بروبرتيز اوف هربيتو فايريدي. هل ليها يونيك فيتشر؟
ما كل عيله حيوان لها يونيك فيتشر. انت عرفت الجنرا ليها يونيك فيتشر. اول حاجه الانفلوب هي الوحيد. الانفلوب بتاخده منين؟ من النيوكلير ميمبرين. هي المفروض هي طالعه من هنا بتاخد الانفلوب منين؟ سيتوبلازم ميمبرين. من السيتوبلازم ميمبرين. يبقى اول حاجه يونيك فيتشر فين؟ ايه اليونيك فيتشر حقها؟ الانفلوب اكوارد فروم نيوكلير ميمبرين. يبقى اول حاجه ساعات اجيب لك السؤال وهجيب لك سؤال كامل اقول لك ال اقول لك الجنرال بروبرتيز ان يونيك فيتشر جنرال بروبر. يبقى الجنرال بروبرتيز الكلام اللي احنا قلناه كله ده كده. لكن ايه اليونيك فيتشر بقى اللي تميز العيله دي؟ انه اول حاجه الانفلوب اكوارد من ايه؟ من النيوكلير ميمبرين. هذا اول حاجه. ثاني حاجه الانفكشن. ممكن الانفكشن حقها يديني ايه الانفكشن؟ يديني سايتو لايسيس يعني كسر الخلايا. وممكن يديني ترانسفورميشن يعني يديني ايه؟ اونكو جينيست. وكلهم دول ممكن يكون معاهم حاجه اسمها ليتنسي او ساعات يسموها بيرزيستنت انفكشن. يبقى ليها يونيك فيتشر بقى، يا اما تكسر الخليه يا اما تديني اونكوجينيسيس. لكن الكل يشترك انهم بيدوهم ايه؟ ليتنت انفكشن او بيرزيستنت انفكشن. يعني ايه بيرزيستنت انفكشن؟ يعني وانس يو ار انفكتد يو ار اولموست اولويز اول يور لايف الفيروس موجود فيه. طب هيعيش ازاي؟ هيعيش بطريقه اسمها الليتنسي، ويستخبى جوه ويفضل ساعة يروح وساعة يجي، ساعة يروح وساعة يجي، زي المجنون. الجنون بتاعه ده يجي يعتمد على ايه؟ على الستريس فاكتور اللي انت عايشها. لو انت ستريس فاكتور خفيف وما فيش يفضل كده مستخبي. لو اتعرضت لتنشن يحصل له حاجة اسمها ايه؟ ري اكتيفيشن. يتسمى له حاجة اسمها ايه؟ ري اكتيفيشن. يبقى ايه اليونيك فيتشر؟ النيوكلير ميمبرين ونوع الانفكشن. علشان كده بيسموا الانفكشن ايه بقى؟ بحطه تحت ثلاث اربع كلمات، ثلاث اربع اختصارات. ال لايف لونج ليتنسي. لايف لونج ليتنسي. واروح حاطط معاه كمان ايه؟ بي بيرزيستنت بيرمننت بيريوديك. بيرزيستنت على طول، بيرمننت مستمر، بيريودك كل شويه يروح ويجي. واروح حاطط له كمان ار 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 ريبليكيتيف يعني يتكاثر من الليتنس. وهحكيها لما اقول اتكلم على الباثولوجي. ريبليكيتيف رياكتيفيتد، الاول يحصل له رياكتيفيشن اندر ستريس فيبتدي يتكاثر بعد ما كان نايم في حاله ليتنس. اول حاجه ايه؟ ايوه نتيجة ايه؟ ها؟ يبقى ريبليكيتف نتيجة ايه؟ ها؟ نتيجة الاسترس. ريبليكيتف ريبيتد ريكارنت رياكتيفيتد. يبقى الأربعة. إيه القصة بتاعته بتيجي إزاي؟ يجي لك أول حاجة في الباثولوجي بتاعه، يجي لك حاجة اسمها برايمري انفكشن. أنا همسح ده كله دلوقتي، ينفع؟ خلاص مش لازم، احنا عرفنا ايه السكيلو اللي احنا ماشيين عليه. يجي لك الاول حاجه اسمها برايمري انفكشن. انا قبل بس بعمل العمليات بس هديك فكره عن الباثولوجي. يجي لك حاجه اول برايمري انفكشن اول ما تتعرض للفيروس. برايمري انفكشن. يدخل على السايت اوف انفكشن السايت اوف او المود اوف ترانسميشن سواء كانت الماوس النوز جينيتال اورجان السكين اي حته ويتكاثر فيها. ده بيسموه ايه بقى؟ برايمري انفكشن. عمل الليجن بتاعه وانتهينا من المرض لا ما يسكتش. يروح مسافر الونج ذا نيرف يعني بعمل سبريدنج يا اما على البلاد يا اما على النيرف. المهم يروح للتارجت اورجان اللي هينام فيه اللي بيسموها ايه بقى؟ ليتنسي. اللي هينام فيها ويكمن ويخمد. يكمن ويخمد فين؟ في الحتت معينه يا اما في السيتوبلازم
يا اما يدوب الكروموزوم ويروح داخل فيه يعمل له انتجريشن ويبقى حته من الكروموزوم او حته من الايه من السيتوبلازم وينام على العمليه دي. دي بيسموه ايه بقى؟ ليتنسي. يبقى في برايمري انفكشن الاول، مالتيبليكيشن ات ذا سايت، ويديني الليجن وتخف من الليجن، لكن يجي بعد كده يحصل له ايه بقى؟ ليتنسي، يعني دورمانسي. دورمانسي يعني مستخبى جوه الخليه، يا اما في الكروموزوم يا اما اكسترا كروموزوم. يجي لك بعد كده حاجه اسمها ستريس فاكتور. ستريس صحيح فاكتور، بعد يوم، بعد سنه، بعد 5 سنين، بعد 20 سنه يجي لك يحصل له حاجه اسمها ري اكتيفيشن، ويروح عامل لك بقى ايه بقى؟ الديزيز مره ثانيه. يفضل طول عمرك بقى بايه؟ بالديزيز. يبقى كم مرحله بقى؟ برايمري انفكشن، مالتيبليكيشن ات ذا سايت اوف انوكوليشن. يحصل ريكفري لكن يروح فين؟ يعمل ليتنسي. يحصل بعد كده ستريس، بروفوكيشن اوف ستيمولاي اندر ستريس، يروح جاي لك ايه بقى؟ ري اكتيفيشن. جاي اكزوجينس ولا اندوجينس؟ اندوجينس من جوه. يا اما كان جاي من السيتوبلازم بتاع الخليه اللي نايم فيها، يا اما من الكروموزوم. طب ايه الاستريس اللي يخلي الليتنسي دي يحصل له ري اكتيفيشن؟ يبقى في حاجه اسمها ستريس، والستريس في الطب حاجه من اربعه، خدها بقى ايه طول حياتك. يا اما فيزيكال ستريس، فيزيكال زي مثلا الصنلايت، زي الالترا فايولت، زي الراديشن، زي التمبريتشر، دي كلها زي الفيفر، دي كلها ايه؟ ستريس. يا اما كيميكال زي البيروجينز، حاجات اللي بتجي لك عن طريق البكتيريا، بيروجينز. يا اما ممكن يكون بيولوجيكال زي الحاجات الهرمونه اللي بتحصل فيه وخصوصا في البنات اللي هي زي المنستويشن. وتزود عليهم حاجه في الطب الحديث ايموشنال. ايموشنال دي ما كناش بنذكرها قبل كده. ايموشنال، ايموشنال اللي هو ايه؟ حاجة عاطفية نفسية. واحد حب زي اسمه عماد وفشل في الحب بتاعه، ده اسمه ستريس كونديشن ولا لا؟ واحد متعرض بقى الحرب ولا متعرض ايموشنال ولا لا؟ واحد مثلا اتغنى وافتقر ايموشنال ولا لا؟ ها؟ واحد مش متكيف في المجتمع، دي كل اسمها ايه؟ ايموشنال. ها؟ ايموشنال ستريس. واحد حاسس بعقدة الذنب او الانفيريوريتي كومبلكس او سوبريوريتي كومبليكس، دي كلها اسمها ايموشنال ولا لا؟ يبقى ايموشنال. يبقى عرفت الاستريس حاجه من الايه؟ من اربعه، فيزيكال، كيميكال، بيولوجيكال، اند ايموشنال ستريس. اتفهمت؟ اتفهمت؟ ده يخلينا بقى ندخل بقى ايه في الديزيز، بس انا مديك الاول مقدمه تغطي بيها بعد كده اي مرض ممكن يجي لك، ممكن تبقى ايه؟ تقسمه بالتقسيمات اللي انا بقول لك عليها. فهمت يا اخوانا؟ بناء عليه هروح مقسم عيله الهربيتوفيريد، ودي اكبر عيله في الدي ان ايه فيروسز، واغلس عيله واشهر عيله، بقسمه الى عده مجاميع. يبقى الهربيتوفيريدي العائله الهربيتوفيريدي بقدر اقسمها الى ثلاثة سب فاميليز، في الفا وفي بيتا وفي غاما. الفا بيتا وبيتا غاما، وكلهم الهيومن 8 انواع، 8 ممبرز. تحت كلمه الفا عندي 3، عندي هربس سيمبلكس 1، وعندي هربس سيمبلكس 2، وعندي حاجه اسمها فاريسيلا. فاريسيلا خط زوستر، ها؟ بيسموه 3. لو جيت على البيتا بلاقي فيها 3، حاجة اسمها سايتو ميجالو فيروس، ده بيسموه ايه؟ 5، سي ام في. في عندي بعد كده اهو هيومن هيربس، هيومن هيربس فيروس 6، وهيومن هيربس فيروس 7. الجاما بلاقي فيها 2،
بلاقي حاجة اسمها إيبشتاين باي فاير. إيبشتاين بار فيروس ده بيدوله رقم 4، وحاجة اسمها كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما، كابوسي ساركوما فيروس ده بيدوله رقم 3. يبقى احنا مقسمناهم الفا وبيتا وغاما. المجموعة الأولى دايما تميل للإكتوديرما أوريجين. الإكتوديرما أنتوا عارفينه في الحياة الجينية بتاعتنا أيام ما كنا فيتس، ده بيطلع منه البرين والسكين البرين والسكين مش كده؟ والبرين يطلع منه برضو إيه؟ النيرفس سيستم، ويطلع الكورنيا، صح ولا لأ؟ مش كده من الإكتودير؟ طيب ده يميل للحتة دي. ده يميل للإبيثيريال سيلز ومعنا النيوتروفيلز المجموعة دي. بلاش ادخل في تفاصيل، بس انت عرفت الايه السايت بتاعها ايه، لان كل واحده ليها تفاصيل زياده. ماشي يا ماشي يا شباب. طيب هبدا في مجموعه الهربس. مجموعه الهربس عندي مجموعه الالفا، مجموعه الالفا. الالفا بتحتوي على هربس سيمبلكس 1، هربس سيمبلكس 2، وفاريسيلا زوستر. في رسمة أنا مديها لك، أيوة الرسمة دي. وفي رسمة أنا مزودها هنا عليها. دي أعملها بإيدي. لو جيت على المجموعة الأولى هاخدهم مرة واحدة. لو جبت واحد بالشكل ده أهو. كده انا عامله في الوش، انت عندك في الجنب عامله. الاقي هربس سيمبلكس 1 يجي دايما فوق، يبقى هربس سيمبلكس فيروس 1. والاقي هربس سيمبلكس فيروس 2 يبقى من تحت. والاقي الفاريسيلا زوستر يجي دايما عن طريق الريسبيراتوري، بس يجي لي دايما فين؟ في الدورسال روت جانجلي، سنس الجانب. فاريسيلا زوستر فيروس اللي هو 3. ايه بقى القصه تبدا ازاي؟ واحنا صغيرين واحنا اطفال ممكن يجي لي هربس سيمبلكس فيروس 1، يجي عن طريق ايه بقى؟ الصلايبة والدروبليت. تيجي تقبل الاطفال وعرضه لهم للصلايبة، فيحصل عمليه التقبيل، فممكن يجي له ايه؟ انفكشن. يبقى دول مين اللي عرضه اكتر للهربس سيمبلكس فيروس 1؟ والانفكشن يجي فين؟ في الماوس. يجي فين؟ دايما يجي في الماوس في الميوكوكوتينوس جانكشن، يا اما اللبس والانجلز، يا اما يدخل جوه في الجنجيفا. الجنجيفا اللي هي ايه؟ الجم. وما دام في الجم والماوس يبقى جنجيفوستوماتيتس. وهنا الهربس في اللبس يبقى هربس لبيالس. هربس لبيالس. دخل جوه شويه ممكن يديني ستوماتايتس او جينجيفوستوماتايتس. دخل جوه في الاسوفاجس يديني اوسوفاجيتس. ده كله بيجي فين؟ فوق. طب ما ممكن يجي في الاي يديني ايه؟ اي انفكشن. والاي دي بتوصل لمين؟ للبرين، فيديني انكيفالايتس ومنجو ايه؟ انكيفالايتس. يبقى تقريبا الانفكشن بتاع هربس سيمبلكس 1 مختصر فين؟ في الهيد اند نيك، مش كده؟ عشان كده ساعات بيسموه اورو فيشيالس. ساعات يسموه اورو جايه من الماوس فيشيالس. او ساعات يسموه اباف ويست. اباف ويست، ويست اللي هو الويست بتاعنا ده، الحته اللي فوق. العكس تحت منه. يجي فين بقى؟ في السكسوال اورجانز. نتيجه ايه ده؟ انا قلت سلايفا، خدها اس اهي، سلايفا او دروب. ده نتيجه سكريشن. سكريشن منين؟ من الفاجينا او من السيمن. يبقى ينتقل عن طريق ايه؟ يبقى هو عايز مش دروبلت بقى، يبقى سيكسوال ترانسميتد ديزيز. لان بيبقى في الافرازات بتاعت الفاجينا والسيرم والافرازات بتاعت الايه؟ السيمن. يبقى عايز كونتاكت وعايز ايه؟ سكريشن. يبقى ده بيلو ويست. بيلو ويست ده عشان كده بيسموه يورو
جينيتالز اللي هي تقابل اوروفيشيالز وتبقى بلو ها بلو ايه ويست بيبقوا من تحت. ولو حبيت اقارن بينهم الاولاني اللي يجي لمين للانفانت واليانج تشيلدرن، الثاني يجي لمين للادلتس اللي هم هيمارسوا الايه هيمارسوا الجين صح ولا لا؟ يبقى الليجن متوقع فوق يبقى موجود فين؟ في الفيس والاي والمخ والنوز والاوسوفيجا وهكذا صح؟ يبان في صوره فيزيك اللي لسه هتكلم عنها، تحت يبان برضه في نفس الاجابه بس يجي للايه للادلتس. طيب لو جه فوق دايما لما يجي فوق يجي المجاميع الاطفال ممكن يقعدوا بعض كتير، لكن الثانيه عايز بقى سبيسيفيك يعني لو الدفعه مثلا موجود فيها 200 واحد بس ممكن يكون عنده ايه عندنا في دول الاسلام يعني واحد بس يكون عمل الايه المشكله حقه دي واخد المرض من الخارج. في الخارج هتلاقي معظمهم يعني هديك ارقام 50 مليون شخص في امريكا عندهم الهربس جينيتالز بيسموه هيربس ايه؟ جينيتالز. وبيصرفوا عليهم كام سنويا؟ 60 مليار دولار. 60 مليار مليار علاج. مفهوم يا شباب؟ منتشر. شوف منتشر قد ايه. يبقى عندي حاجه اسمها هيربس سيمبلكس 1 فوق وهيربس سيمبلكس 2 تحت والاثنين مختلفين. ده دروبلت وسكريشن والثاني ده دروبلت وسلايفا والثاني ايه؟ سكريشن وكونتاكت سيكسوال والتاني ايه؟ نون سيكسوال. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يجي يديني الليجن فين؟ في الحتت اللي انا قلت عليها. في الراجل هيبقى في البينس والجلانز والشافت. في الست يبقى فين؟ في الفاجينا والسيرفكس. الحتت دي متداريه من تحت، صح ولا لا؟ حتى ساعتها لما بيجي يدخل ولا ما بيوصلش كده؟ بيدخل عمياني من تحت ولا لا؟ يبقى الانفكشن اللي تيجي من تحت ايه؟ اكتر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اللي من فوق بقى دي ممكن تيجي للاطفال بس بيبقى انا شايف الليجن قدام مني. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ طب تعالى بقى على الباريسيلا. الباريسيلا يجي عن طريق بقى ايه؟ ريسبيراتوري. يبقى ريسبيراتوري. يجي على ما دام يوصل لين؟ لللنج. ما دام وصل لللنج يقدر يدخل على الايه؟ على البلاد. ان البلاد يبقى ايه؟ ديستمينيتد. يبقى عرفنا الطرق بتاعتهم. الطرق بتاعت المرض. طيب نبدا بقى ازاي بقى تيجي عمليه الري اكتيفيشن والليتنس. عشان اعرفك العمليه دي دخل الفيروس عن طريق الايه الماوس اللي هو السيمبلكس 1 صح. يديني اول حاجه اسمها ماكيول. انا عايز اعلمك برضو الحاجات دي هتفيدك في امراض جلديه. ما اعرفش الهاركو في الباثولوجي ولا ما اعرفش ماكيول ماكيول الهاركو انا قبل كده قلتها. طيب اذا كان كده يبقى ايه متفقين يبقى مش هنتعب فيه. السكن بالشكل ده اول حاجه بيعمل لي هنا حاجه اسمها طيب اديني ماكيول ده جاست ديسكلاريشن اوف ذا سكين. الماكيول ده يرتفع شويه يديني بابيول يبقى هنا ماكيول وبعد كده ايه بابيول. البابيول ده يتكسر الكونتنت بتاعته فتديني ايه فيزيكال. الفيزيكال دي ممكن يجي لها سوبر هاد البكتيريا انفكشن فتديني باستيول. باستيول الباستيول بيتفرقع فتديني ألسر. تديني ايه؟ ألسر. الألسر بعد كده اهو يهيل يحصل له هيلينج. الهيلينج ده لو كان اصلا وصل للبيزل سلاير يدي ديفورم في بعض الامراض. اذا ما وصلش يبقى الهيلينج وزاوت ايه؟ وزاوت وزاوت ديفورم. دي الليجن اللي احنا ايه؟ عاملينها. فتبص تلاقي الطفل جاله ايه اول حاجه؟ ماكيول ويحس بنمس ترتفع شويه تبقى بابيول. البابيول دي يروح ايه متكسر الكونتنت تبقى فيزيكال. الفيزيكال دي ممكن تفرقع او ممكن يجي لها سب بكتيريا يجي لها بكتيريا انفكشن تديني ايه باستيول. تفرقع تديني ايه السريشن. كل ده بيحصل ايه في الانجل اوف ذا ماوس. ممكن ندخل جوه في الايه فيديني بقى مجموعه من الامراض. مفهوم يا شباب؟ مجموعه من الامراض. طب لو جت في الاي نفس القصه. طب يعمل الفيروس الليجن بتاعه ويروح فين بعد كده؟ لا يروح جاي بقى من عند الشفه دي. مش دي كده الشفه اهي دي في بلاصه بلاصه في نيرف كده اهو وطالع كده اهو واصل للبرين مش كده ولا ايه؟ وبعدين بيرجع تاني يروح طالع هنا على الجانجليون يسافر بقى ريتروجريد
بروكسيمال ويروح داخل على الجانجليون يجي في السيتوبلازم الكونتنت ويروح نايم از ايه فايرال دي ان ايه اكسترا كروموزوم وينام على كده نام على كده الفتره بتاعته وكان المريض خف بعد ما تخف كل الليجن دي حصل له بقى ري اكتيفيشن يبقى هو دخل في الليت في ايه ليتنسي بيرزيستنت بيرمننت حصل ري اكتيفيشن يروح طالع بقى ايه النيوكليك اسيد يعمل ريبليكيشن ويروح نازل تاني ديستالي ويروح للمكان اللي هو كان فيه او مكان قريب منه اللي هي تروبيا تريبيوتاليز اوف نيرف سبلاي ذا سيم اريا يبقى الميكانيزم ايه بقى برايمري انوكوليشن برايمري ليجن في الصور اللي انا بقولها يعمل لي الانفكشن يترافل الونج ذا رين بروكسيمالي يروح الجانجليون ويروح قاعد فيها يفضل موجود فيها ان ذا صور ان ذا صور ان ذا فورم اوف بيرمننت بيرزيستنت انفكشن بعد كده يحصل له ري اكتيفيشن اندر ايه ستريس كونديشن اللي قلت عليها يروح جاي راجع تاني ويسافر الونج ذا نير ويروح للحته اللي هي كان فيها او حته قريبه منها اتفهمت الكلمه دي طب ده بيحصل فوق فين في الترايجيمينال نيرف لو في في اللي عندي هنا بيحصل فانو نيرف لو الودن بالشكل ده انت عارفين طالع منها ثلاثه تريبيوتريز لو انتوا درستوا في حاجه اسمها اوفالميك ديفيجن وفي حاجه اسمها ماكسيلاري ديفيجن وفي مانديبولار ديفيجن اخذتوها كده يقولوا لكم في الاناتومي بري اوركرا جانجل من اهو وطلع كده واحد فرع طالع هنا اهو على الايه على الاي واحد طالع على المجزلة عند النوز واحد طالع عند الايه الماوس ولا ما خدتوهوش تراي جيمينال نير وقاعد في الجانجل وعندك رسمه حلوه تمثل هذا الشيء مفهوم يا شباب مفهوم يروح ويجي يجي للمريض بقى في شكل ايه بقى انت بقى تفكر اول حاجه يجي له بصوره ممكن اول حاجه جينجيفو ستوماتايتس البرايمري انفكشن جينجيفو ستوماتايتس تلاقي ارسريشن فيزيكولار ايربشن فيزيكولار ارسراتيف تبقى فيري بينفول وطبعا كل الصلايبه تبقى مليانه ايه لا مش بكتيريا فيروس حد جه قبل ولا باس يبقى كل الصلايبه تعمل لي ايه الانفكشن لو وسب الحته دي في ابريجن يروح عامل لي انفكشن في الحته دي يبقى حاجه اول كلينيكال كاتبها لك انا في الجدول جينجيفوستوماتايتس صح ممكن بقى يجي في الار يجي لك في صوره ايه كيراتو كونجكتيفايتس يعني انفلاميشن اوف ذا كورنيا والكونجكتايف كيراتو كونجكتيفايتس صح ولا لا ممكن يروح طالع على البرين وصل البرين يديني انكيفالايتس او مينجو انكيفالايتس ممكن يجي بقى لبعض الناس بقى اوكيوبيشنال اوكيوبيشنال الدكاتره بتوع الاسنان اللي بيعملوا اكستراكشن للتيس يجي يعمل الواحد بقى شغل في بقه وفي تروما في صباعه يجي له في صباعه يسموها ويت لو تلاقي الدكتور قال ويت لو وساعات بتيجي الاطفال في صوابعهم هم مش دكاتره لا في اطفال يقعد يجيب نص صباعه كده اهو فتبص تلاقي في هيربيتك ليجن فين نتيجه السكلينج قدام بزفينجا يقعد الطفل ها اما تيجي تفطمه يقعد جاي ساعات يجي المصارعين اسمها هربتك جلادياتوريوم جلادياتوريوم اللي هو الايه المصارع اللي هو تيجي في اي حته ساعات يجي فارسيلي فورم ينتشر في كل الجسم مفهوم يبقى حاجه حسب الليجن طيب الري اكتيفيشن اما يجي يرجع هيرجع بس يرجع يبقى لوكالايزد يبقى هنا السكندري بقى ري اكتيفيشن يديني بقى لوكالايز في نفس المكان بس لوكالايز بس في حتت حساسه لو جه في الاي مره واثنين وثلاثه ممكن يعمل لي دندريتك ألسر ادي الاي هي بالشكل ده وادي الكورنيا بالشكل ده وادي ده البيوبيك فيعمل لي هنا اهو الكورنيا دي هكبرها كده اهو ادي البيوبيك يعمل لي هنا ألسر الألسر ده يبان لي في صوره دندريتك ألسريشن ممكن للعين تفرقع منه وخصوصا اذا اخذ كورتيزون لساعات الدكاتره بتوع الرمد اما يكون عينه واحد وفيها حاجه يديله انواط كورتيزون او مرهم كورتيزون فتخف لا هي مش هتخف في العمليه فبيديله ايه بقى يدي حاجه اسمها دندريتك ألسر طب بتاع الماوس مش يجي بقى في صوره جينجيفوستوماتايتس يجي في صوره
في صورة سور ثروت أو هربس لبيالس أو ساعات سموها كول سورس أو فيفر بليستر، شوية حبوب كده ومعاهم إيه؟ شوية سخونية وليمفادينايتس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى ممكن يجي في الآي برايمري ينتهي بدندريتك ألسر، في الماوس جنجف ستوماتيتس وينتهي بهربس لبيالس أو كول سورس، في الأسوفاجس يبقى ريبيتد، في الثروت في التونسل كذا، وفي الأسوفاجس وهكذا. اتفهمت القصة دي؟ ممكن يبقى ديسيمينيتد بقى ينتشر في كله أو في البرين. أدي حاجة. طيب اللي تحت ده يجي إزاي؟ اتفقنا ان بيجي ازاي؟ سيكشوال انتركورس. يبقى في سكريشن التقوا مع بعض، وخصوصا هنا بقى، لان مره طالب لاربع سنين جالي راح لعب لعبه مش كويسه في لبنان، وجاه بيشكي، هو بيحكي على زميله لكن هو على نفسه، هو بيحكي القصه بيقول واحد زميل كذا كذا كذا، بعد ما عرفت منه قلت له كلمني بصراحه يعني، فكلمني بقى بصراحه. يجي ازاي؟ دايما الليجن في الست ما بيبانش، وده عيب ولا مش عيب؟ ده عيب. لان لو الليجن قدام حتى هو زميلك وانت بتقبله، لو شايف فيه هيربس ولا بتاع هتبعد عنك انت تقبله، يعني ما فيش داعي للتقبيل كده. ولا هناك بقى ما فيش العمليات، مش باين العمليات، ده داخل عمياني، مفهوم؟ مش كده ولا ايه؟ داخل عمياني، فممكن يقولوا الانفكشن. وهناك في الست المشكله انه ممكن الليجن يبقى مش باين، لكن الشيدنج اوف فيروس كتير مع السكريشن. في الولاد يبقى في اللي فوق، شوف الرحمه، في اللي فوق الليجن يبقى باين والايه والسكريشن تبقى ايه اقل. وساعات بقى يبقى لا باين الليجن خالص لا فوق ولا تحت، لكن السكريشن كله فوق وتحت في الصلايبة بقى مليانه. اتفهمت؟ يبقى مش وجود الليجن يبين عدم وجود المرض، لا مفيش ارتباط. ممكن يبقى الليجن مش موجود لكن ايه السكريشن هو اللي فيه ايه الانفكشن. طب يروح فين بعد ما عمل الليجن؟ يديني بقى نفس القصه، فيزيكرو السيراتيف ليجنز في الميل والفيميل. في الفيميل تبقى في الفاجينا وفي السيرفكس عاده، في الميل تبقى في الجلانس بينس، تبقى باينه في الراجل، ودي ميزه صح؟ صح، ميزه من رحمه الله. ايش في عندنا ميزه اللي يكون مفضوح يا دكتور؟ لا ده مش مفضوح، ده عشان يروح يتعالج، ده عشان تروح يتعالج وبعدين ما يظلمش مراته. صح، ما هو عملها في الحرام هيجي بعد كده في الحلال هتبقى وحشه، مفهوم؟ فتيجي هنا هو الليجن باوند، يبقى في علاج يبتعد ساعتها عن الايه عن الشغله دي، او يلبس كوندوم ليها قصه. لكن هنا الليجن ايه باين، اي مرض الليجن باين او فيه سيمتوماتيك في القاعده في الطب، يبقى المرض ده اخف من المرض اللي ما بيديش ايه سيمتوم، لان الثاني هيفاجئك زي الهيباتيتس سي والهيباتيتس بي والمالجنسي كله ده يفاجئك مره واحده، والديابيتس والهايبرتنشن دي كلها امراض ما بتديش مانيفستيشن، لكن لو اعطاك شويه مانيفستيشن على طول بتروح ايه تدور على الايه على الايه. يبقى عندي ممكن يجي لي بقى في الايه في البينس او في الشافت وفي الفاجينا او في الايه في السيرفس، ويبقى استوشيتد ويز ريجونال ليمفادينايتس. ريجونال اسمها انجوينال، انجوينال الحته دي اسمها انجوينال، وتلاقي فيها ايه شويه كلاكيع، مفهوم؟ طبعا اما يجي يمارس الجنس بقى بعد كده تبص تلاقي حاسس بديس يوريا وديس بارونيا. ديس بارونيا يعني بين ديورينج اور افتر سيكسوال كونتاكت، يعني السكسوال كونتاكت بيبقى اسوشيتد ويز ايه بين، بس الانجويينج سنسيشن بيغطي شويه على الايه على البين. الجماعه طبعا الهوموسيكسوال برضو بيحصل لهم في الايه في الانوريكتال، جيلهم الايه الهربيتك ليجن. اتفهمت؟ طب بيروح فين بقى الفيروس الليتنس بتاعه؟ ايه السكه بتاعته؟ قلنا فوق بيروح ترايجيمنال، ايه اقرب حاجه هنا يروح له اللي سبلاي الحته دي؟ الساكرال نير. عارفين الساكرال نير؟ ها ياخد للساكرال نير يروح جاي هنا اهو، وجاي في الجنجلز دي ويروح قاعد فيه. هيجي في وقت من الاوقات برضه نفس الايه؟ نفس القصه، ويحصل له ري اكتيفيشن، وكل شويه يروح ويجي اندر ستريس كونديشن. تلاقي في الفيميل او في السكسوال تلاقي حته هنا في الدايره اللي عاملها سنس اوف جيلتي او وورنس رهب في الدايره اللي عاملها بتاعت السكسوال الهربس. ايوه هي دي، وريها لزمايلك.
تلاقي سنس اوف جيلتي. جيلتي دي عند المسلمين. جيلتي اللي هو الاحساس بالايه؟ بالذنب. اوري دايما قاعد على الان، انا جالي هربس، انا جالي هربس، فيحصل رياكتيفيشن. انا جالي هربس، انا جالي هربس، يحصل ايه؟ وريه له يا اخي، ارفع الصفحه كده وريها له. في دايره عاملها، دايره سيركل. ايوه نمره 2 مفهوم. فتحس تلاقيه على طول حاسس بالذنب. الذنب ده يخليه بقى يستريس ولا مش يستريس؟ يستريس. البنات ايام الامتحانات تبص لها كلهم جالهم هربس في بقهم. ايام المنستريشن تبص تلاقي جالهم ايه؟ المنستريشن ساعات تبقى اسوشيت ذوز فيفر ويز ايه؟ فيفر، فيبقى ده ستريس. الولاد ايام الامتحانات ممكن كله يقول له ايه؟ الهربس، لان معظمنا بيجي لنا هربس وخصوصا اللي من فوق. الهربس الفوقاني ده نمره 1، والهربس التحتاني ده نمره 2، وده اللي معروفون. ده بيسموه سيكسوال، وده بيسموه ايه؟ نون سيكسوال. الكلام ده كنا ندرسه واحنا طلبه احنا صغيرين. دلوقتي بقى نتيجه الاب نورمال سيكسوال كونتاكت، في شويه من اللي فوق بقوا تحت، ومن اللي تحت بقوا فوق. يعني 90% من اللي فوق هربس سيمبلكس 1. طب ال 10% راحت فين؟ راحت تحت. 90% من الهربس سيمبلكس 2 يبقى موجود فين؟ تحت. و10% طلعت ايه؟ فوق. نتيجه الايه؟ الجينيتو اورال كونتاكت او اورو جينيتال كونتاكت. دي اللي بيعملوها الغرب، دي اللي بيعملوها ايه؟ الغرب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا فاهمك بصراحه. يبقى هربس سيمبلكس 1 انا بحطه لك في سؤال، اقول ريستريكتد تو ذا اورال كافيتي، صح؟ طبعا. اه زمان كان صح، لكن دلوقتي بقى غلط. واما اقول هربس سيمبلكس 2 ريستريكتد تو ذا جينيتال، الكلام ده كان زمان ايه؟ كان صح، لكن دلوقتي بقى ايه؟ غلط، نتيجه الاب نورمال سيكسوال كونتاكت. اتفهمت القصه دي ولا ما اتفهمتش؟ اتفهمت؟ تحت بقى يبان في الست بقى او الراجل، يبان بقى الفيزيكال والالسريشن والبين والمانيفستيشن. المشكله عند الست، انا قلت على بين الراجل، المشكله عند الست انه ممكن بقى ايه؟ تحمل، يحصل لها بريجنسي. والبريجنسي ده في حد ذاته ستريس ولا مش ستريس؟ ستريس. اما تيجي تولد بقى وتحزق، الطفل يروح الفيزيكال تبان، الطفل يروح واخد الايه؟ الانفكشن وهو نازل، فيجي له هيربس سيمبلكس. هيربس سيمبلكس ممكن توصل البرين، فتديله ان انكيفالايتس ومن دايجا وديسمينيت. ادي نمره 1. نمره 2 في الستات ممكن ده بري ديسبوز تو مالجنسي، فيبقى له دور في الايه؟ بلاي ارول ان سيرفايكال كارسينوما، وخصوصا مع البابوفا فيروس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى في برو ديسبوز تو. عشان كده الستات دول اللي عندهم هيربس بنفضل نولدهم بقى سيزيريان. نقول للطفل بقى بدل ما تنزل من النورمال باث واي او بيرث كانال، اروح فاتح بطنها من فوق واطلعه من فوق. ليه؟ عشان الممر ده ملوث مليان فيزيكال، فاروح مطلعه من ايه؟ من فوق. دي وان اوف انديكيشن اوف سيزيريان سيكشن. وان اوف انديكيشن، ما تروح تاخد امراض نساء يقول لكم الكلمه دي. الجماعه اللي عندهم ايه؟ هيربس سيمبلكس، وخصوصا اثناء الرياكتيفيشن. وبريدسبوز تو مالينس. كده انا خلصت الاثنين اللي فوق واللي تحت. لو عملت جدول بينهم هتقدر تحط فروق، ده لليانج تشيلدرن والانفت، والثاني للادلت. ده عن طريق السلايفا، وده عن طريق السكريشن، ده عن طريق ده بيجي ده بيديني كيراتو كونجكتيفايتس ودندريتك السر، ويديني مش عارف ايه القصه اللي انا قلت عليها، والثاني بيديني ايه حاجه ثانيه. ده بريدسبوز مالينس تو مالينس في سيرفايكال كارسينوما والاطفال، والثاني تقدر انت بقى تعمل جدول وتطلع الفروق اللي ايه؟ اللي بينهم. طيب امال ايه الفاريسيلا زوستر ده؟ الفاريسيلا زوستر ده اسمه فيروس واحد. الفيروس اسمه نمره 3، فاريسيلا زوستر. البرايمري انفكشن بيسموه فاريسيلا. البرايمري انفكشن زي ما البرايمري انفكشن سميته ايه؟ كيراتو كونجكتيفايتس، لكن الري اكتيفيشن سميته دندريتك. عامل مشرشر زي الدندريس. دندريتك ألسر وألسرز. الشخص إذا جاله برايمري انفكشن بيسموه فاريسيلا، فاريسيلا. بعد كذا سنة لو حصل له ري اكتيفيشن يسموه إيه بقى؟
زوس، لا زوستر على طول. كلمة فاريسيلا دي كلمة الفيروس، ساعات بتوع الأطفال يسموها تشيكن بوكس، تشيكن بوكس اللي هو الجدير الكاذب، والمقابل ليها في الزوستر يسموها شينجلز، شينجلز اللي هو الحزام الناري. سمعت معنا؟ الحزام الناري. يبقى في عندي حاجتين بقى، the same virus produce two separate distinguished clinical entities. The primary infection induced chicken pox أو varicella. ال reactivation يديني ايه؟ يديني زوستر أو شينجلز. ايه الفرق بينهم؟ الفاريسيلا هتجي لي اول مره عن طريق السبيراتوري، والانكيوبيشن بيريد بتاعتها بتبقى طويله، اسبوعين او ثلاث اسابيع، تنتشر في الدم وتعمل لي ايربشن في كل السكان، صح؟ والايربشن هنا ليه حاجات معينه، تيجي في السكان وفي الفيس، وتيجي دايما سنتريبيتال، يعني في الايه؟ في المحور الداخلي. لو الجسم بالشكل ده تظهر هنا في الفيس وفي الحتت اللي من الداخل. يسموها سنتري سنتري ايه؟ سنتري بيتال، بعكس حاجه اسمها سنترفيوجن اللي هي بره، كان البني ادم بيلف وتطلع على الاطراف وتبقى سوبر فيشال. خد بقى الكاركترز بتاعتك، يجي للطفل بقى عنده انفكشن نتيجه اكواير دروبلت انفكشن، تكاثر الفيروس وحصل له ديستيمينيشن وتوزع على كل الجسم في صوره رابشر، مكيول بابيول باستيول، الكلام اللي احنا قلناه، صح ولا لا؟ لكن هنا في بقى كاركترستيك فيتشر عشان افرقه بينه وبين مرض خطير جدا اسمه سمول بوكس. اسمه سمول ايه؟ بوكس، اللي هو مقابل تشيكن بوكس، او اسمه فاريولا مقابل الفاريسيلا. يبقى في مرض ثاني اسمه ايه بقى؟ من عيله ثانيه اللي هي فاريولا، اسمه ايه؟ سمول بوكس، او ساعات بيسموها فاريولا المقابل للتشيكن بوكس او فاري سيلا. خد بقى المواصفات بتاعته، ده يجي للاطفال في اليانج ويجي ان صوره ايبيديميك في كل الفصل او كل المدرسه. يجي ايه؟ في صوره ايه؟ ايبيديميك، ويجي للايه؟ لكل الاطفال. يجي لي في صوره ايه؟ ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يقعد له اسبوع لاسبوعين، الانكوبيشن بيريد بتاعته طويله لان ده سيستميك انفكشن، وبعد كده يبقى ديسيمينيت عن طريق البلد على السكين، يعمل لي الليجن اللي قلتها مكيول بابيول باستول، بس ما بيوصلش لمين؟ للبيزل سيل لاير، يبقى هنا الهيلينج بتاعه يبقى ايه؟ ويز ولا ويزاوت ديسفيجرمنت؟ ويزاوت ديسفيجرمنت. وهنا الليجن تلاقيها كلها مركزه فين؟ في المحور، في المحور، يبقى سنتري بيتال، وتلاقيها سوبرفيشال وزود ديسفيجر من، صح ولا لا؟ ويهين وما فيش اي مشكله. وفي مشكله في حاجه ثانيه بفرق بينهم، لان مره حصل وباء في مصر واللي اكتشفه طالب امتياز وعدى على دكاتره زمان، حصل فرق حاجه قبل ما ينتهوا من سمول بوكس في مستشفى الحميات او المستشفى اللي بيسموه العزل هنا بطريقه الفروق اللي انا بقولها دي. يبقى اول حاجه سنتريبيتال سوبرفيشال ويزاوت ديسفيجرمنت، يحصل في صوره وايد سكيل اوبوليشن، يبقى مسبوق بريسبيراتوري تراكت انفكشن. لكن في حاجه هنا في الليجن، الليجن الاقيه امبليكيتد، يعني الليجن اذا كان موجود بالشكل ده الاقي فيه ندبه في الوسط مخليها ايه؟ زي الامبلايكس، ها؟ امبليكيتد. والاقي بقى ايه؟ بليومورفيك، الاقي المكيول والبابيول والباستيول والالسريشن كله at the same time on the same site. يبقى يقولوها مالتي كروم، مالتي كروم يعني ايه؟ محاصيل كثيره، مش السكن قلت لك فيه مكيول وبابيول وباستيول؟ لا، لو جيت حته من السكن هنا من الحته دي وبصيت فيها الاقي هنا مكيول، ولا هنا باستيول، ولا هنا فيزيكال، ولا هنا مش عارف ايه، يبقى يسموها ايه بقى؟ ايه؟ بليومورفيك، يعني متعدد الاشكال. امتى؟ في نفس اللحظه. يسموها ايه بقى؟ ها؟ بليومورفيك. يبقى كم خاصيه؟ سنتريبيتال وفيوشال وهيل وذاوت ديسفيجرمنت، ها؟ وبليومورفيك. يعني ايه بليومورفيك؟ كل الليجنز، كل الكروبس
تبقى موجودة في نفس المكان في نفس اللحظة. بعكس بقى سمول بوكس تلاقيه سنترفيوجل، يعني بره في الأطراف، في الإيدين وفي الوش وفي الرجلين، يبقى ده اسمه سنتر ايه؟ وديبلي سيتد، يبقى معنى كده انه الايه يعني مفيد سبيكر طويل المسافه مش كده ولا ايه؟ وفيري سيفير فيتال، الطفل تلاقيه مين؟ ماشي؟ فيري سيفير فيتال، والاقيه مونو مورفيك، بدل ما الاقيه بليومورفيك لا، يا اما مكيول يا اما باستيول يا اما فيزيكال يا اما الفريشن، يبقى واحده بس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ طيب لو اخدت عينه بقى منه الليجن هلاقي دايما الهيربس يتكاثر انترانيوكلر، واحنا متفقين على ده مش كده؟ كل دي ايه انترانيوكلر مش كده ولا ايه؟ بيديني انترانيوكلر مالتي نيوكليتيك جاينت سيلز انترانيوكلر. الوحيد من الدي ان ايه اللي يبقى انترا سيتوبلازميك البوكس، يبقى في كام فرق بينهم؟ بتاع 6 7 8 فروق. يبقى لو خدت غير الشكل الكلينيكي الاقي كمان ايه؟ لو خدت عينه الاقي ايه؟ الفيروس موجود انترا سايتو انترا سايتوبلازم. وايه تاني؟ والاكلوجن بود اسمها ايه؟ انترا سايتوبلازم، انترا سايتوبلازم بيسموها جوارنيير بودي، جوارنيير بودي، جوارنيير بودي بتاعت الايه؟ البو اسمه البو جوارنيير و نير انكلوجن بوديز وانترا سايتوبلازم. الثانيه بيسموها كودري، كودري وانترا نيوكليير. يبقى عرفت الفرق بين الايه؟ الاثنين. خلف الطفل وهيرجع بعد كده سنه ولا سنتين ولا 20 سنه، راح مين يستخبى بقى؟ يستخبى فين؟ في البلاد؟ لا، يستخبى في الدورسال روت جانجلون بتاعت الشيست بقى، بتاعت الاوتونومال نيرف. يستخبى فين؟ في الدورسال روت جانجلون، ويفضل موجود. حصل ستريس كونديشن، يسافر، يروح على فين؟ على along the course of the nerve، نهايه الكورس اوف ذا نيرف فين؟ في الانتر كوستر، بيروح جاي لهنا. فتبص تلاقي جاي بادئ من ورا الليجن ومتوزعه كده اهو، واخده شكل ايه؟ عشان كده بيسموه زوستر، بيسموه زوستر. تتميز الزوستر بانها بتبقى فيري بينفول، لدرجه ان احنا كنا ناخد الطلبه نوديهم المحجر، تلاقي المرضى كلهم قاعدين عريانين كده من فوق، ليه؟ وعامل ايده كده. مجرد اللبس، لان التريبيتورز بتاعت النيرز بتبقى عريانه. مجرد انه هو حتى الهواء لو مروحه جنب منه وبتعمل شويه هواء كده يبقى في سيفير بين، مفهوم؟ وعرفت الفرق بينه وبين الفاريسيلا او اللي بيسموها تشيكن بوكس، مش كده؟ فاريسيلا او تشيكن بوكس. ها؟ تتميز ان الطفل عمال بيغرش طول ما هو قاعد ايه؟ بيغرش. واحد سيفير اتشنج والثاني سيفير بين. ده يجي للاطفال وده يجي للادلت نتيجه ايه؟ ري مش ريكارنت، لا ري اكتيفيشن. يحصل ريكارنت يعني حاجه جايه من بره، اسمها ايه بقى؟ ري اكتيفيشن. ري اكتيفيشن، اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يفضل بقى طول حياته بالشكل ده، يفضل ممكن يجيله كل شويه، ممكن لسه القصه بقى مالي علاج. عرفنا ما لسه القصه يا اخوانا. يبقى انا دلوقتي عايز دلوقتي اطلع بثلاث مجمع، عند الالفا في واحد واثنين هيربس سيمبلكس 1 و 2 بعرف ده مكانهم فين. عندي الفاريسيلا زوستر او يقابلها تشيكن بوكس شينجلز. الديزيز الاولاني بيسموه فاريسيلا البرايمري انفكشن، فاريسيلا او تشيكن بوكس. الري اكتيفيشن يسموها ايه؟ شينجلز او زوستر. وزوستر جاي علشان ايه؟ الفيروس موجود في الدورسال روت جانجلون، واول ما يحصل له اكتيفيشن يروح مسافر، فيروح وصل على الايه؟ الديرماتومز. الديرماتومز اللي هي اريا اوف سكين سبلاي باي ذا سيم انفكتد نير، ما يروحش الايه؟ لديرماتومز ثاني، لان كل نير بيسبلاي ايه؟ حته من الخريطه بتاعت الايه؟ السكن بتاعي. اتفهمت؟ اتفهمت؟ طيب لو اخدت انا الفيروس بصيت وكحت وعيرته في البتاع ده، الاقي الفيروس موجود فين بقى؟ انتر نيوكلير ولا انت سايتوبلازم؟ كله بتاع التشيكن بوكس كل انتر نيوكلير، واسمها كودري بوديز، صح؟ ساعات الفيروس بيعمل لي مالتي نيوكليت جاينت سيلز، يروح مكسر لي اربع او خمس خلايا جنب بعض كده اهو، بس ايه؟ متكسرين، فيعمل لي مالتي نيوكليت جاينت سيلز. دي بيسموها تيزان تيست، تيزان تيست. اخده واسبقه بالجرام ستير اشوف الفيروس او اشوف الايه؟ الانتي بودي او اشوف الكومبوننت اوف ذا فيروس كده. لو انا خلصت الديزيز
اتفهمت؟ طب التريتمنت تاخده مني تلاقي اخد منه 5 دقايق عشان لما خلصنا الحتتين. انا عازل يا دكتور. ها؟ نعم. مش عازل تاخده من 5 دقايق؟ خلاص خلاص طيب اديني دول 5 دقايق دول. التريتمنت برضو انت معاك في الحته في التريتمنت انا مديها لك وكاتبها لك بطريقه كويسه جدا في التريتمنت. ما اعرفش موجود عندك. موجود عندك. نعزل يا دكتور؟ اه نعزلهم يا دكتور ولا لسه؟ اول حاجه في التريتمنت يا شباب بندي حاجه اسمها ايودو دوكسيوريدين. موجود يمكن في اخر صفحه او يسموه 5-2 ايودو دوكسيوريدين. ده ممكن بنديه للجماعه اللي هم منين؟ الجماعه بتوع الاي انفكشن اللي يجي لهم عدم اللي هيجي لهم كيراتايتس او الكونجكتيفايتس او كيراتايتس. في حاجه اسمها ادينين ارابينوز ما اعرفش اعطيها لكم في البروتوكول. ادينين ارابينوز ساعات بيسموها ارا ايه. احفظ الانتي هيربيتيك فايرال دراجز هنزل لك فيها سؤال ان شاء الله. ارا ايه ارابينوز ادينين ارابينوز. في احدث حاجه اسمها اسايكلوفير. اسايكلوفير جوانين ده اخدته؟ اسايكلوفير جوانين ده ثالث دراجز. اسايكلوفير جوانين ده احدث حاجه. اسايكلوفير عملوا منه جنريشن جديد كتير. السايكلوفير الميزه بتاعته انه بيأكت هو انالوج للايه؟ للنيوكليك اسيد او النيوكليوسايد بتاعت الفيروس. فبيأكت از فيرال دي ان اي بوليميريز انهبيتور. اعرفها بقى. فيرال دي ان اي بوليميريز انهبيتور. يعني ما بيخليش البوليميريز بتاع الفيروس ايه؟ يشتغل. يعني ما مش هيتقاعد. ماشي؟ بس وانس حصل الانفكشن ما يقدرش تمنع بقى الليتنسي ولا الريأكتيفيشن. انت واخد بالك؟ لو جت ممكن تخففها، لكن الليتنس هيفضل على طول. فبيدوا ايه بقى؟ اسايكلوفير جوانين. الاسايكلوفير جوانين ليه نافع في الثلاثه دول؟ ليه بينفع في الثلاثه دول؟ لانه في حاجه اسمها ثايميدين كاينيز مع الفيروس. ما دام في ثايميدين كاينيز بيحصل له فوسفوريليشن فيتحول لثايميدين مونو او ترايفوسفين. هو ده اللي بيعمل لي بقى ايه؟ يعمل لي ايه؟ انهبيشن للايه؟ للدي ان اي بوليميريز اوف ذا فيروس. متهيألي هيقولها لكم الدكتور عثمان او هيقولها لكم في الفيروس. بس انت عرفها دلوقتي اسايكلوفير جوانين او اسايكلوفير ايه العائله. بس على شرط يكون الفيروس عنده ايه؟ ثايميدين كاينيز عشان يقدر. ساعات بقى في ميوتن بتبقى قويه بقى بعد كده طلعوا منه بقى حاجه اسمها جان سايكلوفير فال سايكلوفير بير سايكلوفير. كله ده ايه؟ سايكو جايه من مشتقات السايكلو الاسايكلوفير. في دراجز جديد سموه فوسكارنت. بلاش تاخد الاسم الكيماوي. فوسكارنت يبقى سايكلوفير. وعندي بقى المشتقات بتاعته جان سايكلوفير وجان سايكلوفير وخلافه. وبعدين في حاجه اسمها فوسكارنت. فوسكار ده مش محتاج لسايميدين كاينيز. فوسكارنت يعني احسن منه. لا ده عيله ثانيه. ده دواء ثاني مش محتاج للثايميدين كاينيز. احسن ومور باورفول وياكت على الايه؟ الميوتن. الاربعه دراجز دول ممكن نعملهم. الجماعه اللي عندهم اميونو كومبرومايزيشن ممكن نديه له جاما جلوبلينز. هيربيتك اميونو جلوبلينز نكون محوشين عاملينها من بره ونديهم للايه؟ للاميونو كومبرومايز. لغايه اخر لحظه لغايه سنه 10 سنين ما كانش في فاكسين لهذه الامراض، لكن طلعوا فاكسين للفاريسيلا. دلوقتي دخل المملكه من سنتين او من ثلاثه اسمه فاري فاكس. فاري جايه من ايه؟ فاري فاريسيلا. فاكس جايه من فاكسين. بندي للطفل من سنه لسن 12 سنه نقدر نمنع ايه؟ الانفكشن اوف تشيكن بوكس. لكن لو حصل له تشيكن بوكس نقدر نمنع الزوستر؟ ها؟ للدهور. بس ده يأخر الزوستر أو يقلل حدوث الزوستر. أو إذا جه يبقى في شورت ديوريشن وما يبقاش إيه؟ فيري بينفول. يعني راح عليه. راح عليه. لو كنت ما كنتوش يبقى راح عليه. يبقى عندك الفاري
فاكس نديه بقى للاطفال، لكن ده ما يمنعش البرزستنسي ولا الليتنسي ولا الري اكتيفيشن، يمينيمايز الديوريشن والمونايز المانيفستيشن او السيمتوم. اتفهمت القصه دي؟ في حاجتين بقى حاجتين هقولهم دلوقتي، حاجتين قصادين. الجماعه بتوع الكراتو كونجكتيفايتس الدندريتك ألسر انت هتشتغل بعد كده في المستشفى كونترا انديكيتد انهم اديهم ستيرويد. الجماعه اي واحد عينه بتبقى فيها احمرار او اي تعب اما بيروح للدكتور بتاع الرمد يديله نقط كورتيزون او مرهم كورتيزون بيخف تاني يوم، ويقول لك الدكتور ده ايه ساحر. صح. اه لو عطاه له بقى يفرح، لو ما كانش عارف ان ده دندريتك ألسر عينيه ايه يحصل لها ايه؟ رفشه. ادي اول حاجه. يبقى مش عايزين بقى ايه؟ ما نديش بقى الكورتيزون غير اما اكون متاكد واكسكلود الدندريتك. الموست كومن كوز اوف بلايندنس في الولايات المتحده ايه؟ الدندريتك ألسر. الموست كومن كوز اوف بلايندنس في بلادنا ايه؟ سكر. قالها لكم الدكتور اواصف بقى، انا بتكلم عن الانفكشن. الكلاميديا. الكلاميديا قالها لكم ولا ما قالها لكمش؟ يبقى الموسكم هم الحاجات اللي احنا لسه بتاع تاتا تاتا احنا هم بقى دلوقتي الموسكم كوز اوف بلايندنس عندهم ايه؟ الهربس سيمبلكس 1 اللي موجود في باراجيمنال اللي بيجي في صوره الدندريتك ايه؟ ألسر. الموسكم كوز عندنا كذا وكونترا انديكيت ان انا ادي ايه؟ كورتيزون. كورتيزون لو عالج بالايه؟ اسايكلوفير او ايودوكسوريدين او الار ايه الارابينو. قلت الكلام ده مفهوم؟ او الفسكار نت كله حسب حالته. ادي اول واحد. نمره 2 الفاريسيلا بتيجي للاطفال، الفاريسيلا او التشيكن بوكس بتدي سخونه لدرجه الام بتبقى قلقان وعمال بيهرش في الطفل، فبيدوا له ايه؟ حاجه سيداتيف مش كده؟ فبيدوا له اسبرين. اسبرين كونترا انديكيتد فيتال اسبرين اللي بيديني حاجه اسمها رايس سندروم. رايس سندروم الطفل لغايه سن 15 سنه 16 سنه كونترا انديكيتد. اتعلم الحته دي. كونترا انديكيتد ان انا ادي اي طفل لغايه سن 16 17 سنه اسبرين. طب اديله ايه؟ اديله باراسيتامول، اديله اي حاجه ثانيه نون اسبرين. مفهوم؟ اذروايز هيجي له حاجه اسمها ايه بقى؟ اقول لك جاستيفاي واي اسبرين از نوت الاو تو بي جيفن تو انفنت. هل يفهم؟ تو افويد برودكشن اوف رايس سندروم. ايه هو رايس سندروم؟ تلاقي الطفل جاله انكيفالايتس وهيباتايتس وبلاد يوريا زادت و70 و80% من الاطفال يموتوا من ايه؟ من انكيفالايتس نتيجه انك انت بحماقتك. اديله حقنه، اديله ايه؟ اسبرين. اديله ايه؟ أسبرين. يبقى الاسبرين كونترا انديكيتد في الانفنت. والاحسن خالص كمادات وتدخله ياخد ايه؟ دش ميه ساقعه. ما نفعش يبقى اديله بره ايه؟ بره سيتامول. اتفهمت ولا لو طلعت من الحتتين دول كونترا انديكيتد ان انا ادي استرويد او كورتيزون للاي انفكشن وكمان بتوع الايه الفاريسيلا عشان الاتشنج ساعات ايه بيأكت از انتي هيستامينك. انتوا واخدين بالكم؟ فكونترا انديكيتد ان انا ادي وكونترا انديكيتد ان انا ادي للاطفال اسبرين تو افويد برودكشن. ده كاركترايز بايه؟ بانكيفالوباتي او انكيفالايتس بهيباتيتس والبلاد امونيا بتزيد جدا في الـ في الـ في الـ في البلاد في الاطفال وتبص تلاقي في الاخر يحصل له ايه؟ هيباتيك فيلير او انكيفالايتس والفيتاليتي ريت بتزيد. يكفي علينا دول ان احنا اخذناهم النهارده الثلاث امراض دول. هل استفدتم والرساله وصلت؟ وصلت الحمد لله. طب نكمل المره الجايه. اللي عايز يقرا يقرا مره على طول.